معكم فراس عبد المجيد، أنا شاركت ببرنامج نجوم العلوم في الموسم الخامس. كان اختراعي عبارة عن رافعة للواتر كولر. نجوم العلوم علمتني أساسيات كثير مهمة اللي هي the mindset of an innovator. اليوم صار عندنا مصنع إنارة, one of the leading factories in lighting in the Middle East, وعملنا مشاريع أساسية بالدولة زي الكورنيش والكوميرشال بوليفارد. بنصح أي حدا حابب ياخد الانتربرينوريال روت يقدم على برنامج نجوم العلوم starsofscience.com.